مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد محمد فاضل. إذن تفاصيل الردود الرسمية العراقية من الرئاسة العراقية وأيضا الحكومة لاستمرار هذه الانتهاكات التركية للسيادة العراقية وخرقها للحدود والأجواء. الرد جاء اليوم عبر رئاسة الجمهورية، لأول مرة رئاسة الجمهورية تصدر هكذا بيان تدين فيه العمليات العسكرية التركية التي تجري شمال العراق وتحديدا في محافظة دهوك وأربيل. هذا الرد جاء بعد ضغوط سياسية بدأت تمارس على الرئاسة العراقية بأنها ربما يعني لم يكن لديها موقف واضح خلال الأيام القليلة الماضية من القصف التركي. الرئاسة حاولت خلال هذا البيان أن تقول للأتراك بأنهم حليف قوي للعراق، وبالتالي هذه التصرفات هي غير مبررة ولا يوجد أي مبرر لعمليات القصف، وأن تواجد حزب العمال الكردستاني ربما هو خارج إرادة العراق على اعتبار أن حكومة إقليم كردستان أو يعني إقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي. على كل هذا الرد جاء كموقف رسمي، ننتظر أيضا هناك محاولة ستجرى من قبل رئاسة الوزراء وتحديدا من وزير الخارجية لإجراء لقاء ما بين السفير التركي وأيضا وزير الخارجية العراقي للاطلاع على تطورات هذا الأمر. لكن ما يؤسف له أنه خلال إصدار هذا البيان كان هناك قصف للطائرات التركية إلى مواقع داخل الأراضي العراقية. عموما الرئاسة العراقية تقول بأن على تركيا احترام سيادة العراق وأنها ربما ستذهب إلى إجراءات أخرى، هكذا ينوي بعض الساسة الذهاب إلى إجراءات أخرى كعقوبات اقتصادية أو حتى مقاطعة اقتصادية عذرا أو حتى يعني بيان شديد اللهجة من قبل الحكومة العراقية أو من قبل الدولة العراقية عموما. نعم محمد فاضل مراسلنا في بغداد، شكرا جزيلا لك.